سأ. السلام عليكم من المطبخ مطبخكم. رنا نفسها في شويه حاجات كده شرقيه، والحاجات الشرقيه دي لازم رحرحه وقاعده على الارض. شكلك فاهم يا نص. اول حاجه نقطع الخضور، وبكده قطعنا كل الفلفل ومعانا الكبده. يلا بينا نقطعها ونشفيها ونجهزها، ونبدا نقطعها عصافير. وبكده قطعنا الكبده، ويلا نحط التوابل. التوابل السحريه فوزي سكرت اللي بتغير حياه الانسان كلها. قرب يا مخرج ونبي، قرب يا مخرج ورينا الكدر. الكبده تحب الايه؟ قول يا ستموني قول. الليمون، معلقه صغيره ثوم مفروم. هنسيبها ساعه في التتبيله وعلى الزيت على طول. ويلا على الجمبري، ونسيبه في التتبيلة مش أكتر من ربع ساعة. وعلى الجريل ننزل بالسجق المخصوص بتاعنا، واسمع ريحة الشوحة. الجمبري بقى شرب التتبيلة، يلا نقلي. هنجهز البانكيك بتاعنا بخلطة فوزي سيكريت، وهنجهز الناحية التانية طبق فيه دقيق ونشا وتتبيلة فوزي سيكريت. وهات بقى الجمبرية بتاعتك الجميلة، وراجع حاطط هنا في الأول في الكفر كده البانكيكي، وانزل بقى في الدقيق. ويا سلام انزل بقى كده ايه، لو انت مكتئب لو انت زعلان اسمع الصوت ده، هيفرفشك هينعنشك هينسيك كل حاجة. وأهم حاجة بتتبيلة فوزي سيكريت، بص حلاوته وجماله، بص يطلع ازاي. وأهم حاجة ما تزودش عن دقيقتين. شكلك لسه ما اتمزجتش، طب تعالى بقى نعمل لك الكبدة. يلا تومة وشوية فلفل كده وقلبهم، وشوية تتبيلة فوزي سيكريت للكبده، هتقلب ريحه العماره. الناس كانت بتتخانق معايا في العماره تقول ايه يا عم ارحمنا بقى بالجمال ده، انزل بقى بالكبده واسمع الطش. يا سلام ملح، ويلا ناكل احلى كبده في مصر. احنا كده خلصنا الاكله الجميله بتاعتنا، ويلا بقى نعملها في السندوتشات وندوق. انا من البلد. هوبا يلا حته الكبده، دلع كبدتك. سلام. دوق جمبري. الجمبري بقى لازم له ايه؟ شويه طحينه. علاء يا ابني شويه طحينه هنا. اوبا اسمع جامد. يلا نعمل الصدوق. يا رب مع الجمال. مش محتاجه حاجه يعني. سأ. الله. طب يا شباب كان نفسي اكمل معاكم الفيديو، بس خلاص انا اكمل بقى الاكل ده ونبقى نتقابل بكره. هوب هوب. شو استعنين؟ مش بقى